الأستاذ شادي زلطة وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. خليني برضو أعرف منه إزاي نقدر نساعدك ونعرف رأيه أيضا. أستاذ شادي زلطة، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وتحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أكيد حضرتك سمعت بالذات موضوع ميار، يعني متفوقة على مدار سنوات من الابتدائية زي ما قالت، وطبعا فوجئت بالنتيجة وهي 4%. ففي رأي حضرتك إيه في هذه الحالة؟ طبعا يعني أنا بس عايز أقول لحضرتك يعني إن الدكتور رضا حجازي أكد خلال المؤتمر الصحفي بالأمس إن باب التظلمات مفتوح من يوم الخميس المقبل 3 أغسطس ولمدة أسبوعين. تمام. فأنا بس يعني أنا عايز أدعو الطالبة ميار لو هي حاسة إن فعلا في مشكلة ما في نتيجتها عشان تتأكد وتتيقن بس من ورق الإجابة. إحنا بنأكد لها إن هي تقدم تظلم وهتطلع على أوراق إجابتها بالكامل علشان تراجع وتشوف طيب يعني هنا حضرتك بتوضح لي إنه التظلم بيعطي الحق للطالب إنه يشوف ورقه اللي كتب فيه بإيده، الاطلاع على ورقة الأسئلة وورقة الإجابة. تمام. ونموذج الإجابة كمان. تمام. وبالتالي هي هتعرف التصحيح راح فين. فأنا بدعوها إن هي تقدم تظلم على الموقع الإلكتروني مع بداية فتح باب التظلمات يوم الخميس. أوكي، الخميس المقبل 3 أغسطس بإذن الله إن شاء الله. تمام. يعني هي مجرد ما تقدم التظلم إن شاء الله بيبقى في خطوات لإعلامها بالمكان اللي هي تقدر تروح فيه عشان خاطر تطلع فيها على الورق الأسئلة، ورق الإجابة ونموذج الإجابة. طيب حضرتك عايز بس اوضح بس ان التقديم على التقديم للتظلمات الكترونيا على الموقع الالكتروني، والتسديد قيمه التظلم بيبقى عن طريق حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه سواء من خلال منافس ثوري او البريد المصري.